شوف يا جناب تتكلم سيد الصدر لديه ملاحظات مع قادة الإطار، فهذه معلومة موجود في قناة ون نيوز. سيد الصدر اتفق مع كل قادة الإطار، فقط مع دولة القانون كان معترض. طيب. فقط مع دولة القانون كان معترض، أنه مري دولة القانون تشترك في الحكومة، ومستعد أنه اتفق مع كل باقي قوى الإطار أن يشتركون في الحكومة. ولكن كان الوقت والوضع السياسي والوضع العام كان يمكن أن يؤدي إلى الصدام بين دولة القانون مثل ما شفناه في 2010، مثل ما شفناه في ثورة الفرسان وقبلها، وكان الاحتدام دائما بين دولة القانون والتيار الصدري. نعم. كان وضع البلاد ما يسمح بأن يذهب الطرفان إلى الصدام، ولهذا السبب كنا حريصين على الجميع أن يشترك في الحكومة. السيد الصدر قال أنا ما أقدر أشترك مع دولة القانون ولا نشترك مع حكومة في دولة القانون. إذا أنا أنسحب من العملية، لأن هو ما هو حلفاء السيد الحلبوسي والسيد البرزاني اشتركوا مع الحكومة. طيب. باقي قوى الإطار هو كلها تواصل معها، حتى تواصل مع الحكمة وتواصل مع بدر وتواصل مع باقي قوى الإطار، الجميع تواصل معها، فقط مع دولة القانون ما كان يتواصل، وفقط مع دولة القانون كان لديه عليه ملاحظات. ولهذا السبب كان في ذلك الوقت كان شد وجذب في هذا الموضوع، توصل إلى انعزال السيد الصدر. نعم. السيد الصدر ما عنده مشكلة مع باقي قوى الإطار، السيد الصدر ما عنده مشكلة فقط واحدة، هو مع السيد المالكي. والسيد المالكي يغذي هذه المشكلة كل ما جت انتخابات حتى يكسب الجمهور أو يكسب الشارع، يعني في المناطق الشيعية، باتجاه أنه يصوت لدولة القانون ما يصوت للتيار الصدري. طيب. في كل انتخابات هذا الشيء موجود بين التيار الصدري، وهذا ينعكس سلبيا على العملية السياسية، يعني هو انتخابيا يفيد الطرفين ولكن سلبيا ينعكس على العملية السياسية برمتها. نعم. حاولنا نرمم هذا الموضوع في الانتخابات الماضية. نعم. حاولنا نوصل بينهم بنتائج معينة، نوصل باتفاق معين، ما استطعنا، ولحد الآن هو هذا الخلاف، وإحنا نرى التصريحات النارية بين الطرفين. أتوقع أنه غيبة التيار الصدري لن تطول، وأتوقع أن هناك ممكن أن يشتركوا في الانتخابات النيابية، وأنا سامع يعني ممكن أن يشتركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، والحكومة عازمة على أن يكون التيار الصدري جزء من العملية السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة. نعم. هذا الموجود مجالس المحافظات هو التيار الصدري ما مقتنع فيها، بعض قوى تشرين ما مقتنع بها، بعض المستقلين ما مقتنع بها، أيضا بعض القوى المدنية أيضا ما مقتنعة. يعني شفت كثيرا من القوى ما شاركت بسبب عدم اقتناعها في فكرة مجالس المحافظات، مو في فكرة الانتخابات. نعم. طيب.